إن شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو جديد من دورة الدومين باركينج. احنا في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن نوع تاني من الدهنات اللي احنا هنحجزها ونشغلها على الباركينج. هنتكلم عن التايبو دومينز. طبعا التايبو دومينز هي دومينات بيها أخطاء إملائية لدومينات تانية بيخش لها ترافيك كبير، تمام. طبعا المطلوب مننا إن احنا نشوف دومينات بيخش لها ترافيك كبير وتكون سهلة في الحفظ وسهلة في الكتابة، بحيث إنها تبقى سهلة على المستخدم إن هو يكتبها في المتصفح. عندنا مثلا موقع أوبن إي آي، الاسم ده سهل وسهل إن أي حد يكتبه في المتصفح، وكذلك بيخش له ترافيك كبير جدا. والفترة الحالية واللي جاية إن شاء الله في ناس كتير يعني بدأوا يهتموا بالشات جي بي تي والمواقع اللي هي بتاع الاي اي والحاجات دي. فطبعا احنا بدورنا هنستهدف الموضوع ده وهنشوف دومينات عليها ترافيك عالي، تمام، وهنبدأ نحجز لها تايب دومينز. لو جينا طبعا على موقع اوبن اي اي، لو فتحنا الموقع كده طبعا الدومين ده محجوز، فالتايب دومين بتاعه ممكن نلاقيه متاح، بمعنى ان احنا ممكن ناخد اي حرف من الدومين ونغير فيه. هنغير فيه ازاي؟ هنيجي مثلا على حرف الاي، هتلاقي في الكيبورد هنا اللي جنب حرف الاي حرف الاو وحرف اليو وتحته حرف الكي، ففي نسبة كبيرة جدا ان اي حد بيكتب الدومين يده في الموقع ان هو يغلط ويكتب حرف اليو او حرف الاو او حرف الكي او حرف الجي. يعني في نسبة كبيرة ان اي حد بيفتح الموقع يدوي ان هو يغلط ويضغط على اي حرف. فلما يفتح الموقع بالدومين المغلوط هيخش على الاعلانات اللي موجوده على الباركينج. طبعا الاعلانات دي هتكون يعني بتتكلم عن الاي اي والشات جي بي تي والكلام ده كله، ففي منهم نسبه كبيره هيضغطوا على الاعلانات. فاحنا عشان نجيب دومينات طيب للموقع، الموقع اوبن اي اي، ممكن نغير في الحرف، يعني عند زي ما قلنا ان هو يكون قريب ان الشخص يغلط ويكتبه. يعني عندك حرف الاي اللي جنبه حرف الاو، ممكن نغير حرف الاي ونكتب حرف الاو ونضغط انتر. زي ما انتم شايفين هتلاقي في شخص حاجز الدومين وعرضه على بوديس. لو جينا خدنا الدومين ده كوبي كده فتحنا الهو از، هتلاقي عندك اهو ان الشخص حطه على موقع بوديس ومحجوز في شهر 7 اللي فات. يعني في ناس دماغها شغاله جدا في المجال ده والناس بتفكر لقدام، يعني لو اي ترند او اي حاجه بدات تطلع الناس دي بتلحق وبتحجز افضل الدومينات الطيبه للمواقع دي، تمام. عندك طبعا اي اي اوبن اي اي موجود هنا على السيميلر ويب، الجلوبال رانك بتاعه 16 عالميا، بيخش له مليار و800 مليون ترافيك. طبعا احنا بدورنا لو لقينا الدومين ده محجوز فهنيجي نغير حرف الاو ونخليه يو. طالما هو بيحمل كده بياخد وقت هتلاقي الدومين ده محجوز، هناخده كده نشيك عليه على الهو از محجوز من 2002 بعيد اوي. هنيجي نشوف حرف تاني غير اليو، هنختار حرف الكي. كذلك محجوز، وده يبين ان الكلام اللي انا بتكلم فيه صحيح وان في ناس كتير شغاله في المجال بدومينات التايبو، وهو بتصدق ان في مواقع كبيره تظهر بتبدا تعمل لها دومينات تايبو وتحطها على الباركينج، تمام. طبعا الموضوع ده احنا ممكن نعمله مع اي حرف موجود في الدومين. يعني عندك حرف الاي القريب لحرف الاس، كذلك محجوز. عندك حرف الكيو فوق الاي على طول زي ما انتم شايفين محجوز برضو محطوط على الباركينج، يعني الناس مش مخلية. عندك حرف الزد تحته محجوز برضو، تمام. فاحنا ممكن نختار حرف الان ونكتب بي، كذلك برضو محجوز. طبعا الضمانات اللي هي الطيب للمواقع الكبيرة اللي بيخش لها ترافيك بالحجم ده محدش بيسيبها ومحدش بيفرط فيها، كله بيدور وكله بيبحث. يعني حتى واحنا بنسجل الفيديو ده ناس كتير بتبحث وبتدور كذلك.
فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنشوف ضمانات عليها ترافيك، هنيجي على اي حرف منهم نغيره بحرف قريب له، يعني هنشوف حرف الاي جنبه حرف الاو من اليمين وجنبه من الشمال حرف اليو وتحته حرف الكي والجي والال. فالنسبه اللي بتاع الناس اللي هي يعني في ناس كتير هيكتبوا الاسم في المتصفح ويضغطوا انتر، فعشان كده لازم نشوف اسم ايه يكون سهل ان الشخص يكتبه في المتصفح. تمام. طبعا الموضوع ده تقدر تعمله مع اي دومين يكون عليه ترافيك. عندك هنا في جودادي، تمام، لو جينا هنا على الريسيرش ليست اللي فوق دي، ضغطنا على اليكسا توب ويب سايت، هتلاقي عندك تحت هنا جايب لك اكبر المواقع على الانترنت من جوجل لحد ما لا نهايه، جايب لك مواقع كتيره جدا. فانت بدورك هتاخد اي موقع منهم، تمام، وتبدا تشوف له تايب ودومين. تمام كده. عندك اوبن اي اي موجود هنا، عندك ياهو، عندك موجود تاو باو. هنيجي نخش على الموقع، وقبل ما نخش على الموقع احنا هنا حطينا في سيميلر ويب الموقع بتاع اوبن اي اي، لو نزلنا تحت هتلاقي سيميلاري رانكد سايت، هتلاقي عندك زوم شير بوينت ومواقع تانية. اهم حاجة يكون الحروف بتاعته اكتر من 4 حروف، لان مش هتلاقي 4 حروف متاح. تمام. ويكون سهل في الكتابة، يعني سهل ان الشخص يكتبه، ما يكونش فيه ارقام، يعني ما يكونش فيه حروفه صعبة. تمام. في عندك هنا اذر فيزيت ويب سايت جوجل، شوف المواقع اللي عليها ترافيك كبير. سيميلر سايت، عندك في السيميلر سايتس هنا عندك المواقع دي يخش لهم زي ما انتم شايفين ملايين ملايين الترافيك. فاحنا بدورنا كل اللي هنعمله هنعمل لهم تايبو، يعني هنغير في الارقام في الحروف بتاعتهم بحيث ان احنا نلاقي ضمانات متاحه. تمام. فاحنا هنشوف اي موقع من هنا، شوف تاوباو ده، عندك هنا دوم ده بيخش له 332 مليون زيارة شهريا. تمام. لو دخلنا عليه كده هتلاقيه متجر صيني. تمام. فكل اللي هنعمله ان احنا هنغير في الحروف بتاعته، حرف الأو ممكن نخليه بي، طبعا المواقع اللي هي الكبيرة دي ناس ما بتسيبش ولا تايب دومين ليها متاح. هل ده متاح ولا لأ؟ هنيجي هنا ناخد كوبي نشوفه على جوجل على جودادي، هنلاقيه محجوز. تمام. فاحنا بدورنا هنختار زي ما قلت دومينات سهلة في الكتابة لشخص يكتبها في المتصفح، وهنبتدي نغير في الحروف بتاعتها بحيث ان احنا نشوف الحروف الاقرب في الكيبورد ليها ونبدا نغير فيها. تمام. بعد كده بناخد الدومينات دي ونحجزها ونحطها على مواقع الباركينج. تمام كده. فاحنا طبعا هنشرح اكتر عن النوع ده من الدومينات اللي هو التايب دومين، وهنعمل فيديوهات اكتر عنه. تمام. عشان ما نطولش وقت الفيديوهات بتاعتنا.